إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الأرض في هذا العام تنقص من أطرافها، فاللهم عوضنا خيرا. قبض الله الرحيم روح شيخنا وحبيبنا العالم المربي الوالد الحنون حسنة الزمان الشامخ الوقور العلامة الفقيه الأصولي أبي عبد الرحمن محمد السعيد الجردي، ودفن في هذا اليوم الحزين السبت 11 من جماد الأولى 1442 للهجرة، الموافق 26 من دجنبر 2020، فرحمة الله عليه، ونسأله سبحانه أن يجعل مقامه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. عاش الراحل حياته للعلم، يربي الأجيال وينشئ الأنفس، فيا لها من خسارة للأمة في العلماء حراس الملة والدين. هم عقول الأمة التي تنير درب أبنائها، هم من يحيي الله بهم الأرواح الميتة، هم من يشفي بهم القلوب المريضة. فهكذا تموت العلماء وتخر الجبال هدا، فمن بعدهم يمنع الأرض أن تميد بالناس فقد كانوا أوتادها. فاللهم اكتب الشيخ أبا عبد الرحمن في الشهداء، وعوض الأمة عنه بدل عالم علماء يا رب الأرض والسماء. سبب إيش؟ المعاصي، الخروج عن الله، الزنا، القمار، الربا، الخروج عن محاربة دين الله، مقاومة شرع الله، محاربة حاملين لشريعة الله. بطنجة قد مات الإمام المجدد، هو النور فيها والهمام المسدد، بها كانت الطلاب تنهن علمه وتغرف من علم يدانيه عسجد، بها كان أحباب إذا ما يرونه عيونهم تروى وترنو وتسعد، بها كان نورا يستضاء بعلمه ونار اهتداء من على الشم يوقد، يحذر من كل ابتداع ليتقى وغرسا يصون الدين قد ظل يسمد، يحبب للطلاب كل فضيلة ويصنعهم سيفا لشر يفند، وما كان عن فعل المحامد ينثني ولا منه ضعف قد يبدو ويرصد، ستبكيه أرض كان يلمس تربها، سيبكيه أحباب وعلم ومسجد، سيبكيه طلاب العلوم ومجلس ومنبر أنوار له كان يصعد، سيبكيه جمع للجوامع عندما توالت صعاب قبل كان يمهد، سيبكيه تفسير وفقه وسنة، سيبكيه كرسي معد ومعهد. فيا شيخنا الجردي يا خير عالم وعين علوم ماؤها ليس ينفد، بلى قد وفيت اليوم بالعهد كله، فهل نحن حقا بعد موتك نحمد؟ عليك سلام الله حيا وميتا، ويحمل هذا الأمر بعدك أمجد. إن كان من حزن فحزني أولا لذهاب أهل العلم أصحاب العلا، يا أهل طنجة من أعزي منكم، وأنا المعزي والمعز المبتلى، أعلنت حبي للأفاضل كلهم الفارس السياف والمترجلا، فهم الوسائط للنبي محمد أخذوا بعهد العز منه مسلسلا، سنجدد العهد القديم ونبتدي عهدا جديدا مجملا ومفصلا. يا إخوتي، هل هذا وقت للبكاء أم أن موت الشيخ آخر الابتلاء؟ أبكي وعيني بالدموع تملأت، ألم ألم وثوب حزني مسبلا، لكنني رغم الشدائد ثابت، فالسير جد فكن معي مترحلا. أعداء دين الله أعلوا راية،
وتظاهروا واللؤم منهم أقبلا. فاجعل طريق العز نهجا واعتبر، فالعز يرفع لا تعش متذللا. خذ بالمتين وكن به متمسكا، وبسنة المسرى به متجملا. والعلامة الفقيه الأصولي أبو عبد الرحمن محمد السعيد الجردي، ولد سنة 1361 للهجرة بقبيلة أنجرى بمجر يسمى الجرد بإقليم تطوان. بعد حفظه القرآن الكريم وضبط رسمه على طريقة المغاربة، درس الآجرومية في النحو وميار شرح منظومة ابن عاشر في الفقه وعلم المواريث من مختصر خليل وألفية ابن مالك، ثم انتقل إلى الفقيه عبد المجيد زميزم فدرس عليه ألفية ابن مالك بشرح المكود أيضا 3 مرات، وشرح نظم المرشد مرشد المعين لابن عاشر وعلم المواريث والمنطق ومصطلح الحديث والعروض والبلاغة، ودرس على الشيخ محمد بن عجيب القاضي المبرز زحفة بن عاصم بشرح التود بن سودة والبلاغة الواضحة والجوهر المكنون في علوم البلاغة وكتب أخرى كثيرة، ودرس على الشيخ عبد الله قنون أبوابا من علوم البلاغة وشرحه على مقصورة المكودي، ودرس على الشيخ عبد الحي بن صدق أبوابا من ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل والورقات لإمام الحرمين، ودرس على الشيخ محمد الزمزم بن صدق مقدمة جمع الجوامع لابن السبكي وبعضا من كتاب المستصفى للغزالي والسلم في المنطق، وبعضا من سبل السلام والتفسير والسيرة النبوية، وحبب إلى الشيخ الجردي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. زاول الراحل خطبة الجمعة وتدريس طلبة العلم والوعظ والإرشاد ما يقرب من 50 سنة، وقد قام بتدريس عدة كتب في مختلف العلوم منها النحو والبلاغة والعقيدة والفقه والتفسير. رحم الله الشيخ الجردي رحمة واسعة وغفر له. Mm-hmm.